متابعة فيلم هي ما تقدمه هذه القاعة المتواضعة في العاصمة صنعاء في ظل أوضاع مضنية وشديدة الاضطراب تمر بها البلاد. في عاصمة مغلقة حتى من الضوء، يحاول مجموعة من الشباب خلق منافذ متعددة للحياة وعبر فكرة تتبنى عرض أفلام سينمائية شيقة لمؤسسة صوت، وهي مؤسسة ثقافية محلية اختارت يوم الأربعاء من كل أسبوع موعدا لعروضها السينمائية في مقاهي ثقافية في العاصمة. كنا نطرح القضايا التي هي نوعا ما تهم المجتمع بشكل أساسي ويخجل الناس من طرحها، أو هناك حاضر اجتماعي أو سياسي أو ديني، وطرحناها بشدة وناقشناها من جانب ديني من أجل معالجة هذه القضايا وليس من أجل فقط الفرقة والضحية. بينما يتولى أحد المهتمين بالشأن السينمائي تقديم ملخص حول الفكرة والمضمون، كان آخرها لفيروز صالح والصحفي علوي السقاف. تعتمد على اللقطات البعيدة، اللقطة البعيدة تناسب تماماً الفيلم. جذبت صوت مشاهدين من الوسط الثقافي خصوصاً الشباب والمهتمين بهذا المجال، وعرضت عدد من الأفلام العالمية. بيكيه هو فيلم من إنتاج السينما الهندية بوليود يميل إلى الكوميديا الهادئة، أنتج نهاية العام قبل الماضي ولقى جوائز عديدة، مع أنه أثار جدلاً كبيراً في عدد من الدول بسبب تناوله لممارسات رجال الدين التي تقوم عليها الفكرة، كما يعزز من استهداف تجار الدين بشكل أساسي الذين يخلقون الخرافات ويروجون لها عبر أدائهم من أجل مزيد من السيطرة على المجتمع. كما يثير بيكيه من خلال الخيال العلمي جدلا واسعا في أكثر من دولة، من بينها الهند التي منعت السلطات عرضه في دور السينما وتم إتلاف إعلاناته وملصقاته، بل تجاوز ذلك إلى خروج احتجاجات ومظاهرات ضد فكرته بسبب تناوله للأديان. إذن تبدو فكرة كهذه في ظروف أيضا كهذه غير اعتيادية في عاصمة ترزح تحت سلطة الميليشيا، تحمل مدلولات خاصة بطبيعة ما آلت إليها الأوضاع في عاصمة تفتقر كغيرها من المدن إلى أبسط المقومات الثقافية، وفي مقدمتها الفن السينمائي في زمن الميليشيا وسلطة جماعة الحوثي الإنقلابية ضيقة الأفق، حيث ما تزال تعتبر هذا الفن الملهم مخالفاً لثقافتهم وتصوراتهم الضيقة.